انت هون؟ انبح صوتي. خير يا عم. هو من حق حسن. شو بحسن؟ علقان هو مرته واصلة معه ولا الشيطان الرجيم؟ بصراحة يا عم ابراهيم انا خلص ما عاد حبيت اتدخل بيناتهم. لك انه منين تعرف عليها؟ اللي عم على هالذوق. لا بتحترم حدا ولا بتسمع لحدا. وبعدين يعني؟ شو منتركه هيك علقان معها؟ هلا بتروح بتحرق بتنام بيت اهلها وهو بيجي بينام عنا هون. لا انا اللي مجنني انه شلون مستحملها؟ ما بعرف. انا ماني فهمان شيء مثلك. المهم يا ابراهيم شو عملنا غدا هلا؟ اكله بتطير العقل وبتحبها كثير. يعني بعتقد هيك فراريج بالبطاطا والزيت والحمض والتوم وراح تاكل اصابيعك وراهم. يعني معقول عم بيصير؟ الافضل ما نفوت بتفصيلات كثيره. لازم تقرروا شو بدكم تعملوا. ننتقل من هون. معقول اترك بيتي وانتقل منه؟ بتقدري تواجهي كل الاخطاء يلي ارتكبها ابن اختك؟ هلا ليش عم تضيع وقتكم؟ خلص اللي صار صار. ليش لحتى يصير؟ ليش؟ لانه سعيد ابن اختك واحد ازعر وكل جولاته بالعالم ما كانت للدراسه، كانت لبسطه وكيفه. معقول؟ هذا الواقع. لانه اللي عم يعمله ابن اختك بده مبالغ كبيره، وخاصه انه الافندي متبني شله وعم يصرف عليها وعامل عليهم معلم. والصرف اللي عم يصرفه من مالكم اللي ما عليه رقيب. يعني المال الداشر بيعلم الحرامي على السرقه. وكيف اختي ما بتخبرني كيف؟ لانها كمان ما بتعرف. سالناها فشعرنا انها فعلا ما بتعرف شيء. الولد مدلل وما في حدا عم يحاسبه على تصرفاته. ماما اللي صار صار. المهم هلا المحامي عم بيقول انه بعد الجرد اللي صار بالشركه مع السيد سميح والمهندس احمد ممكن بعد تسديد كل الديون يزيد مبلغ لا بأس فيه. نشتري فيه بيت على قدنا ونحط الباقي بالبنك ومنعيش مستوري. وهلأ شو رأيك يا سلوى؟ ما بعرف جد ما بعرف. تصرفوا اللي بدكم يا أنا هلأ وحدة منكم. وحدة منكم. وحدة منكم. وحدة منكم. يا فريد. فريد. نعم بابا. بابا انا بابا. جبني هداك ابو كداك مو انا. لا انت. لك انا الاخ شو اسمه؟ كمان بابا. شايف دلالك لفريد افندي. يا سيدي وهي احلى لعبه لاحلى فريد. هو ما بدللني بس بجيب لي لعبه حلوه. لا تحكي شيء قدام الولد. هو ما بيحكي. ماما اللي بتحكي. بابا شو بيعمل؟ بيضحك وبينام. شفت؟ لك حتى ابنك كاشفه. شو بدك يا نساء؟ سبها، اضربها، طلقها. يا اخي ما كانت تفهم علي. ظروفها هيك. حتى المسكين ابوها عايش مع ابها بنفس الطريقه. بس انا ما اكتشفت هالشيء الا بعد ما اتجوز. يا عيني هو كمان بيضحك وبينام؟ لا بيلعب بالطاوله. ايه تتغدى معنا ولا تروح على البيت؟ انا بتغدى معكم وهو بروح على البيت. حلو. ولد اناني. انت تاكل اكلات الطيبه وانا اروح اكل البهدلات ونام بلا اكل؟ ايه يلا يلا قوم ساعدني شرف. يلا يلا. هلا تفرق كيف بدك يا عمتي؟ شفتك كيف بتدور؟ في زر هون شوف طلع. بتعرفي يا ست هدى الطاولة ما حلوة بلا الأولاد. أهل أول ما تركوا شي ما قالوا. إذا كبر ابنك خاوي والكبير ضيف ببيته والصغير ضيف ببيت أهله. كيف حال هدى؟ عيب يا سامي. الولد لازم يسأل ولازم تردي عليه لحتى يعرف كل شي من أهله ومن الغريب. والأحلى من هيك إنه يكونوا الأهل صادقين بالإجابة. حبيبي سامي وانتو صغار بتضلوا ضيوف عنا، لانه بس تكبروا الشاب بتاخده مرته والبنت بياخدها جوزها. هلا ليش كل اللفه؟ سمير سافر ليعمل دوره لغه وسميره طبعا جوزت وما صفي غير اخر العنقود سامح افندي، ففي مخيم عاملته المدرسه وحب يشارك فيه.
مشان السنة بعطلة صيفية بينبسط. صحيح سعيد، ليش ما اجى معكم؟ والحقيقة ما في شيء بيتخبى عليكم، سعيد مو أكثر من ضيف عنا، بيجي إمتى ما بده وبيروح إمتى ما بده، والمسكينة ندى عم تتحمل كل شيء كرمال سامي. طيب ليش متحملينه؟ حاولت معه ومع أختي الله يرحمها قبل ما تتوفى، ما قدرنا نوصل لحل، واتضح إنه مفلس أمه كمان. أنا برأيي اتخاذ موقف قانوني بهيك حالة بيكون أفضل. يعني عن طريق المحاكم؟ طبعاً. لا لا، لأنه هددني ياخذ الصغير. القانون بصفك، الولد بحاجة لمين يربيه، مو لمين يخربه. معلش، ربنا كبير وصاحب الحق، لابد ما ياخذ حقه. الحمد لله. طفيلي هاللعبة، بدي اتفاهم أنا وأبوك، طفيها! مو حلوة، مو حلوة قدام الولد، عيب. أنت بتعرف الحلوة والمرة؟ أنا طول النهار عم بستناك بدون أكل، وحضرتك قاعد عند الأفندي عم تاكل، هذا منين طلع لنا؟ يا ستي أنت منين طلعتي لون؟ شو بتقصد؟ بقصد عم تقولي من غير أكل ما هيك؟ كان في فروجين بروستيد، مو بقيان غير ضلعين وخصر، وين راح الباقي؟ وين؟ أكلتهم. طيب، كان في ست تفاحات، مو بقيان غير وحدة ومعاينة، وين راح الباقي؟ وين؟ أكلتهم. عظيم، علبة عصير الأناناس وينها؟ عطشت وشربتها. وكل هدول وما أكلتي؟ طبعاً، لأني مهورة وزعلانة ودمي عم يفور كمان. قمتي تفششتي بكل هدول، منيح منيح ما كنت موجود، كنتي فصفصتيني وأكلتيني. قوم يا فريد، قوم قوم لغسلك ونيمك، التفاهم مع أبوك صعب. فروجين وست تفاحات و... وعلبة عصير أناناس. إذا كل هدول أكلتهم وعم بتقول لسه ما أكلت، طيب إذا بدها تاكل يا أمي جاوبني. أنا حر؟ لا ما حر. أنت زوجتي وبدي تسمعي كلامي، فهمتي؟ زواج مصلحة مشان تاخذ مصاري وتصرفها على السم الهار اللي عم تشربه. مليون مرة قلت لك أنت بتدخلي بأموري، فهمتي ولا لا؟ ها؟ ندى أرجوك يا سيرين. ليش أنت فيك شي بيرثار؟ يلا يلا تحركي، فهمني شو قصتك؟ شو عم يصير معك؟ نساكي واقفة هون، روحي هاتي مصاري بسرعة. مصاري؟ روح دور على مين يعطيك. شو يعني؟ بدك تعطيني مصاري غصب عنك، فهمتي؟ شوفي ليش العياط؟ بعد عنا هيك صوتوا صوتكم هلا بفيق صغير. خليه فيه يا ماما، خليه يشوف ابو المحترم قبل الوصول، خليه يشوف الرجال اللي رفع راسنا وحمى كرامتنا. يا ماما بس، يا ماما لقيتها لقيتها، خلص انا رح اطلع معك فيه. ماما المطاري عم ياخذهم عم يصرفهم على السم الهادي، شوفي حالته. يا ماما بس. شايفه خالتي، شايفه بنتك، شايفه الملاك اللي جوزتيني اياه. انا بتحمل كل شيء مشانك بس يا خالتي. يلا تحركي يا بنتي، شوفي شو بده واعطيه وخليه يسكت بلا فضايح. يا امي انت شو عم تقولي؟ شايفه شايفه خالتي، حتى كلمتك ما عم تسمعها. شايفه شو انا قليل ادب. سعيد لا تطول لسانك، احسن لك. خلصي. وينك؟ انا بنتي مربايه ومتعلمه الادب، بس ياسفي عليك، انت اللي بلت ربايه، انا سترت عليك وتحملتك كثير، بس بعد هلا لا لا، قوم اطلع برا يلا. واذا ثاني مره بتمد ايدك او بترفع صوتك انا اللي راح اوقف بوشك. يلا قوم امشي من هون، اطلع برا عم اقول لك، قوم اطلع برا.
اسمعوا، ابني ابني سامي. فوت خذه خذه، ما بدي اكل بدي ابنك، تعال هون خلص. اذا هيك ما بدي اياكي ولا بدي ابني. انت طالق طالق طالق. ماما ماما سامحيني ماما، ماما سامحتيني ماما؟ شو عم تحكي؟ لأنه أنا السبب. لا يا ماما، بلا أنا ماما شو هالحكي؟ معقول؟ طيب طيب شو في يا هدى؟ خير؟ ندى شبها؟ احكي شبها بسرعة احكي. ندى اتطلقت. هدى اسمعيني منيح، لازم توقفي جنبها. ندى هلا بحاجة إلنا أكثر من الأول. أنت طيب، طيب كثير يا هشام، رغم كل اللي صار ما تخليت عنه. شو ذنبها المسكينة؟ دفنت حياتها لتنقذ الشركة، قامت ضاعت هي والشركة. أهلين 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 حبيبي، روق وشرب أوتاك. تفضل. الحمد لله. ندمان ها؟ لا يا إبراهيم لا. لكن بشو عم تفكر؟ شغلات كثيرة. ما بتعتقد إنك تسرعت؟ هاد رأيك؟ يعني ما بتعتقد انه هلا ظروف غير مناسبه؟ يعني لامتى بدك يعني استنى لاكبر وعجز وافني شبابي؟ وينه؟ وين المهندس نبيل؟ وين العبقري؟ خير خير وينه؟ طول بالك طول بالك، خير شو في شباك؟ شو في؟ اسال الافندي شو عامل؟ هدي اعصابك يا حسن، هدي اعصابك. ليش انت خليت في اعصاب؟ بتعمل عملتك المجنون ما بيعملها، وبعدين بتقول لي هدي اعصابك؟ لا يا حسن لا، مهما يكن بضل نبيل. أرجوك يا عم إبراهيم بدي أحكي، ممكن أفهم الأخ ليش هيك تصرف؟ وتصرفي هاد بده كل هالثورة وكل هالغضب يا حسن. نعم؟ لكن بدك ياني يرقص لك؟ إيه بدي إياك ترقص لي، لأنك أنت وغضبان شكلك مو حلو، رجع لطبيعتك يا حسن. نبيل أرجوك اسمع، إنسان وصل لمركز جيد ولراتب ما بيحصلوا عليه 10 مهندسين وبيت وسيارة وبده رضاك حتى ترضى، بتقوم تقدم استقالتك وتمشي؟ رد ولا المجانين ما بيردوا؟ يا ابني يا ابني يا حسن، كل انسان له ظروفه. طيب وظروفي انا؟ فعلا انا كان لازم اخبرك بس ما بعرف ليش ما خبرتك. يعني ندمان؟ لا مو ندمان. يعني مصر؟ لا القصة مو قصة اصرار. انا هون يا حسن حسيت اني انا اعطيت كل شيء عندي، كل شيء. لذلك لازم ارجع لبلدي وأعيش حياتي فيها واستعيد الماضي وابني نفسي. وانت امتى رح تسافر؟ بس لصفي اموري وخلص كل شيء ان شاء الله نمشي. وانا مسافر معه. وانا حسن انت انسان متزوج وعندك ولد، يعني ظروفك غير ظروفي. انا ما بقدر بفرض عليك اي راي. انا صاحب مبدا، ولا نسيت انه نحن تعهدنا من زمان؟ يعني اول ما خبروني انه حضرتك قدمت استقالتك. ايوه رحت على الشركه وقدمت استقالتي. طيب حسون يا هاي على العين. طيب وزوجتك؟ الزوج جبت الحق زوجها وين ما كان. يعني معقول ترضى؟ ولو معقول ما ترضى؟ صحيح هي صوتها على طول عالي، بس بهالحاله انا الرجل وهي المرأة. مين المرأة ومين الرجال؟ أنا المرأة وأنت الرجال، قصدي أنا الرجال وأنت المرأة.
وبحقلك تلي تعي تعي روحي روحي. يا بنت الحلال، انا عبدي بهالبلد انتهى ولازم ارجع لبلدي. ايه الله معك. شو بتقصدي بايه الله معك؟ يعني بتروح لحالك. ها ايه 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 فهمت، يعني قصدك انا هلا بسافر لبلدي ولبين ما ارتب اموري انت بتلحقيني. لا حبيبي، لبين ما تفكر ترجع لهون، هذا اذا حبيت، واذا ما حبيت انت ببيت اهلك وانا ببيت اهلي. يا بنت الحلال، انا ما عندي اهل، قصدي ما عندي حدا يعتني فيني. اسمع حسن، انا تجوزتك هون ولا يمكن اتغرب واترك اهلي. انت هون مغربه، اهلك وبلدك هني. انا ولدت هون وربيت هون وما رح اترك اهلي، ورح الحقك يعني. انا بعرف المرأة بتركض ورا جوزها لو كان ببلاد الواق الواق. يو الواه الواه عليك وعلى الساعة اللي شفتك فيها وتجوزتك فيها. خلص انا بشوف ابوك وبتفاهم معه. ايه شوفه. يا ربي شو هالعلقة، يعني ضروري الواحد يخلف رأسا منشان يتربطوا ايديه ورجليه ويحطوا برقبته جنزير؟ شكرا يا دكتور هشام، ما كان بدنا اياك تعذب حالك. ولو يا ست سلوى، في فرق بيناتنا، ما نحن اهل. تسلمي الله يخليكي. هشام ما بيتغير، سامي ابن بنتي. تسلم يا دكتور هشام، افضلك علينا طول عمرنا. افضل رب العالمين علينا كلنا، بعدين انا بحب اسمع الكلام. شو رايك يا سامي؟ شكرا عمو. بعدين هدول الكتب تقراهم بالفتره لانه هلا وقت العطله الصيفيه. حاضر عمو. يلا حبيبي، خذ هديتك وبوس عمو هشام وخالي هدى ولغرفتك اول. اهلا اهلا. عفوا حبيبي، شو رايكم نطلع هيك نعملنا مشوار شمت هواء طالما الليل بعده بأوله؟ انا من جهتي ما عندي مانع، بس ندى ما بعرف. ماما انا بس مشان سامي ناخده معنا. يلا ركان. يلا يلا قوم. يلا تفضل Thank you.
خير خير؟ شو حسون؟ ليش هيك عامل بحالك؟ خير يا حسن، شو في؟ طلعتها. كيف؟ طيب ليش؟ رفضت تسافر معي. رحت حتى قابل ابوها. فعوض ما يقول لها عيب يا بنتي، هذا جوزك. قال لي ايه؟ اتركها على حريتها، إذا ما بدها تسافر طلقها. شو؟ بهالبساطة؟ بهالبساطة. طيب وابنك فريد؟ حملوني اياه، قال ما عنده الاستعداد يربوا اولاد الناس. حسون بدك الصراحة ما تزعل مني؟ الحمد لله اللي ارتحت منها. حسن وينه فريد هلا؟ أخذوه ينام عندهم الليلة مشان أمه تودعه، وبكره رح يبعتوه مع أغراضه. اسمع، قوم غير ثيابك ولا أقول لك قوم تحمم، المي سخنة، بعدين تلبس ثيابك وننزل مشوار. مشوار؟ أنا جاي على بالي ودي على البلد. مين بيعرف يا حسن؟ يمكن ما نرجع لهون مرة ثانية أبدا. أهلين بالشباب. تفضلوا. أهلين يا عم إبراهيم. شو هاي؟ شو هاي صحيح؟ يوم بيولد الإنسان بيضيفوا شراب الورد. قصدك يعني يوم الخطبة؟ أسيدي بدنا نغير العادة هلا، يوم الطلاق بدنا نقدم ونضيف شراب الورد. قصدك يوم الخلاص. أهلين أستاذ نبيل. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين ومرحبتين. الحمد لله على السلامة. أهلين أبو العز. 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 أهلين أهلين أبو العز. أهلين أهلين عمو. أهلين وسهلين. يا ميت أهلا وسهلا، تفضلوا ارتاحوا. أهلين وسهلين. أهلين بالغياب. أهلين بالحبايب. لك صدقوني الحارة من غيركم كانت معتمة، وهلا برجعكم ضوي. والله اقول لك وحشة يا ابو العز، والله ما في شيء من قيمتك. ها ابن ناصر ابراهيم، مالك نسيان الخبز والملح والكباب؟ انت الاصل والبركة يا معلم. من هلا ورايح خلاص ما عاد في معلم وصانع ابدا، انت ابراهيم وانا ابو العز. الله يخليك. لمين الصغير؟ شو تجوزت بلو؟ لا هذا الحسن تجوز وهذا بلو. شو الحقيقة؟ أهلين أستاذ، إيه بعتناك لأنك تشتغل بلا تتزوز. وين أحرمكم المصروف؟ ماني شايفها.